السلام عليكم ورحمة الله، اهلا بيكم في فيديو جديد من قناة فن وحس، ومعاكم مع صبري. والنهاردة هنعمل طاقية سهلة، دي اسهل طاقية واسرع طاقية ممكن تعمليها، ما بتاخدش وقت اساسا. على النول دو زي ما وعدتكم، هنعمل طواقي وحاجات كتير على النول. انا عملت لكم الطاقية دي وعملت لكم طاقية تانية. دي طاقية اطفال من سن 5 لحوالي 10 سنين على النول. ده الطاقية دي مقاس كبار، تنفع طاقية كده وتنفع سلوشي، كل التفاصيل. بس دي بطريقة تانية موجودة على القناة برضو، بس دي معمولة على النول الأكبر. غرزتها جميلة وسهلة وسريعة جدا جدا عن التريكو، بس هي نفس شغل التريكو. وهحط لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف تحت الفيديو في التعليقات، ويلا نبتدي. بسم الله. هنشتغل بخيط، انا هشتغل بخيط ناكو فيزون، اي خيط عندك متوسط السمك مقاسه يبقى مقاس مثلا يا اما خيط سميك زي ما عملنا في الطاقية اللي فاتت، خيط سميك كده او خيط سميك كده، او عندك خيط رفيع نصرف يعني ايه هنعمله بخيط. يعني في الطاقية دي ده خيط سميك، ما عنديش خيط سميك يبقى انا هشتغل بالخيط الرفيع على فتلتين. لو انت عندك هتشتغلي بنفس اللون، انا هشتغل اللونين مع بعضيهم. فلو انت هتشتغلي طبعا هنستخدم النول ده، ده النول اللي هو مش الكبير خالص، لا اقل منه، هتعمليه حسب المقاس. يعني الكبير خالص ده مقاس كبير، ده مقاس شبابي شويه، وفي مقاس اصغر بتاع اطفال، على حسب انت هتعملي ايه. خلاص بطلع من قلب البقرة عشان يسهل عليا زي ما بنعمل في كل الشغل. لو انت بتستخدمي في نفس البقرة بتستخدمي فتلة من جوه وفتلة من بره علشان تستخدمي بقرة واحدة، لكن لو عندك اتنين تمام. هنعملهم اتنين، هعمل الفتلتين سوا وهعمل عقدة بداية كده. لو انت عندك خيط جنجا اصلا او عندك خيط سميك اشتغلي بيه. انا عملت بالخيط ده بالفتلتين دول، وعملت قبل كده بالخيط السميك علشان يبقى عندك اختيارات. وبرده هعمل لكم على بقيه النول اللي هو نول التركيب والكروشيه العادي والتريكو عشان يبقى عندنا اختيارات كتير ننقي منها اللي احنا عايزينها. حطيتها في المسمار ده، المسمار ده اللي بيحدد لك بدايه السطر. تمام، هنمسك هنحط الخيط ورا المسمار كده ونلف كده، تاني الخيط ورا المسمار وهنلفه لقدام ونرجعه تاني ورا. ما تشديش قوي وما ترخيش قوي عشان ما يبقاش صعب وانت يعني ايدك مريحه، بس مش مريحه، مش سايبه قوي. الخيط من ورا المسمار هنلف كده ونجيبه لورا، الخيط ورا المسمار ونلف لورا كده، الخيط ورا المسمار هنلف كده بالراحة اهو، الخيط من ورا كده كده كده، هنفضل نلف لغاية ما نوصل لآخر النول السطر. هنلف كله كده اهم حاجة ما تشديش قوي. خلي بالك لو انت شغالة بخيط مصري رخي ايدك اكتر من كده علشان الخيط المصري ناشف، مش مفهوش المطة بتاعت الخيط التركي ده، فبيبقى بيضايقك وانت بتشدي، بس شغال يعني برضو تعامل بيه عادي. كده عملت السطر الاولاني، همسكهم كلهم كده بايدي كده انزلهم لتحت كده. يعني انزلكوا برضو حاجات كروشيه وتريكو والنول التركيب علشان يبقى فيه تنوع عندنا. هعمل الدور التاني، هلف كده برضو اهو من ورا المسمار والف كده، من ورا المسمار والف كده، من ورا المسمار والف كده، من ورا المسمار والف لغاية ما اخلص الفك التاني. عادي بقى بيفك، بس انا هوريكي تعملي ايه عشان ميتفكش. هكمل باقي السطر، وصلت لاخر السطر هلف كده
وكده على اخر واحده، ماسكه الخيط ده كده بايدي، وهعمل اخر واحده هي اول واحده هعملها علشان الخيط ما يفلتش مني كده، عشان بص اقدر اسيب كده ما يفلتش مني. وبعدين هعمل اللي هو اللي من هنا، همسك الخيط كده هشده لفوق واطلعه لبره اللي ورا، همسك الخيط اللي تحت كده وارفعه لفوق وارجعه لورا، همسك الخيط اللي تحت هو اللي ارجعه ورا المسمار وده كده، وانزلها على طول عشان ما تحفرتش مني. دي ابسط طاقية ممكن تتعمل بالنول، واسهل واسرع يعني، ممكن في نص ساعة تكوني مخلصاها. خلي بالك عشان هما فتلتين فتمسكيهم كويس. تمام، كل ما الخيط بقى اسمك هتلاقي المقاس اكبر، كل ما الخيط بقى ارفع هتلاقي المقاس اقل اهو كده لغاية ما نخلص السطر. اخر واحدة في السطر اهي كده، هبتدي السطر اللي بعديه هلف اهي من ورا كده، دي احنا عملناها في اول واحدة، هلف كده كده من تحت لفوق من تحت لفوق من تحت لفوق من ورا لقدام كده كلها، اهو هنعمل دي كده ودي كده، وهنعمل بقى اهو نجيب من تحت لفوق كده من تحت لفوق كده من تحت لفوق كده. تمام، ما تنسوش تشيلوا دي فوق عقدة البداية ورجعوها لورا كده. تمام، اهو هعملها كلها وهشتغل كده. الصفوف في طواقي ممكن تسيبيها كده، وفي احنا نعملها اللي هي ليها جزء متني من تحت. تمام، فانا هشتغل شوية عدد صفوف وبعدين هوريكم هنعمل ايه. خلصت يا بنات 10 سنتي، مش عشان ايه اعمل لك الكفر الجزئيه اللي تحت اللي هي بصوا عباره، بصوا هقرب لكم، دي عباره عن دور. تمام، الحلقه دي عباره عن دور، فدور اتنين اللي هو الدور الاولاني، 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15، والفي واللي هنا 16. تمام، اللي هم عباره عن حوالي 10 سنتي. تمام، هنعمل ايه بقى؟ امشي معايا امشي معايا، المسمار اهو كده، هنمشي 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 كده. تاني ارجع حالك عشان تشوفيها اوضح، المسمار اهو هنفضل ماشيين معاه كده. الحلقة دي هجيبها واشبكها كده، تاني اللي جنبيها هروح شبكاها كده ايه، هشبك كل الحلقات كده، هي كل حلقة هتعمل واحدة كده كده. شو بنعمل ايه؟ الحلقة هي اخر حلقة دي هنشبكها هنا كده، هنعملهم كلهم بالمنظر ده. بصوا اهي متنية، هعمل لكم كذا موديل علشان تبقوا عندكم اختيارات. هنشبكهم كلهم. الخيط المصري على فكرة ما بيقدرش يمط عليه معاكي المطة دي، الخيط التركي بيمط، الخيط المصري بيبقى ناشف في الحركة، مع الحركة دي ما بيديكيش النتيجة المطلوبة. في حاجات انا كنت عاملاها بخيط مصري بس انا مش تحت ايدي دلوقتي، زمان، فكانت يعني الشغل حلو بس للأسف الخيط مش مديني النتيجة اللي انا عايزاها. تمام، اهو خلاص خلصتها كلها، كده دي هندخلها جوه، عشان دي هندخلها بين الاتنين علشان خلاص ايه تنضف بقى معانا، احنا مش هننضف كده ايه حاجة كده. كده هنشوف بقى بداية الخيط اهو هنا، وهنشتغل
عادي. هنعمل اول ايه قبل ما نشتغل دلوقتي؟ انت عندك الحلقة اللي تحت، عندك الحلقة اللي تحت وعندك حلقة انت لسه حطاها. هتروحي جايبة الحلقة اللي تحت دي وتطلعيها فوق كأنك شغالة دور عادي خالص كده اهو. هجيبي اللي تحت وتطلعيها على اللي فوق، هيتقفل، مفيش اسهل من كده. تمام، هنكمل بقية السطر بالمنظر ده. هو عملتها كلها، هبدأ بقى اعمل الدور الجديد عادي خالص زي ما بشتغل كده اهو. هلف من ورا لقدام من ورا لقدام الدور كله، وهبتدي اشتغل عادي زي ما كنت بشتغل. هو ايه هيكمل على كده، وافضل اشغل لغاية طول الطاقية اللي انا عايزاه. هعمل كده، بثبت دي الاول كده، وبعدين ارجع اعمل الادوار عادي خالص خالص. هفضل شغاله كده كل الادوار لغايه المقاس اللي انا عايزاه. هكمل الطول الطاقيه اللي انا عايزاها وارجع لكم عشان اقول لكم مقاسها قد ايه وهتقفلوها ازاي. ما تنسوش تشوفي بقى الطواقي، هتلاقي موديلات حلوه جدا بالنول ده وبالنول التاني، واطفال وكبار وحاجات ملونه وكروشيه وتريكو وكل حاجه ان شاء الله. اشتغلت اهو عدد من الادوار حسب بقى ما انت كنت عايزاه. انا دلوقتي انا وصلت بالظبط 19 سنتي او 18 ونص لو انا مريحتها. هيديها لك كام دور بعد التانيه؟ احنا كنا عملنا ان احنا تاني عملنا 10 سنتي وتانيناها بعد التانيه. ادي دور 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 دور بعديها. هسيب مسافه من الخيط عشان اعرف اربط بيها كويس، وهركبها في ابرة تنظيف بس خرمها واسع. هركب طبعا الخيطين سوا كده. في طواقي كتير عاملينها على القناة بالنول برضو، هعمل لك احطها لك في صندوق الوصف تحت الفيديو علشان تشوفيها. هعمل كده، هدخل الخيط من فوق لتحت كده، تاني هدخل الخيط من فوق لتحت كده واسحب دي من هنا. هدخل الخيط كده اهو الابرة واسحب كده لفوق، هدخل الخيط من فوق كده واسحب الخيط لبره كده. هعمل كل الغرز بالطريقة دي لغاية ما الاقيني خلصتها كلها. احط من فوق كده اهو واسحب الخيط لبره، مش هتاخد ثواني معاكي. خلصت اهو كل النول. طبعا لو انت عايزه مقاس كبار بتعملي على النول اللي هو الاكبر من ده. وعامله لك انا مقارنه اهو، بصوا بقى نبدا نشد كده. عامله لك مقارنه بين النول ده والنول النول المدور والنول التركيب، هحطها لك برده في صندوق الوصف تحت الفيديو، وهحطها لك في التعليقات تحت. بصي بقى، انت ممكن تستخدميها على الشكل ده اللي هي الغرزه المقلوبه او على الغرزه العدل، الاثنين شكلهم حلو. هنشد كده جامد وهنمرر الخيط بالابره تاني في قلب الغرز كده علشان ايه نثبتها. في ناس كتير بتقعد تسال على التقفيل، يعني تبقى عامله الشغل كله وتيجي على التقفيل ما تعرفش تقفل. حاولي تقفليها بنظافه على قد ما تقدري عشان تقدري تلبسيها على الوشين. هوريكم برده في طواقي تانيه بتعمل تبقى الوش ده لون والوش ده لون، بحيث ان انت يبقى عندك اختلاف كده. وهمسك هنا واشبك دي كده واعقدها.
وبكده خلصنا الطاقية. زي ما قلت لكم دي تلبس من مقاس من 5 سنين ل10 سنين، واستعملنا فيها النول ده. لو عايزة مقاس اكبر كبري النول، لو مقاس اصغر هتصغري النول. وزي ما قلت لك بصي اهي المسافة قربت من بعضيها، ما مش تمسكي ده وتحطيه في الراس، لا هو بيصغر. بصوا وهحط لك هنا قايمه فيها كل الطواقي اللي عملناها على القناه، وهنا هحط لك طاقيه حلوه ان شاء الله هتعجبك، واشوفكم في فيديو جديد. اوعي تنسي كل الطاقيات الكروشيه والتريكو والنول، ولايك وشير للفيديو، ورايك طبعا بيهمني في التعليقات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.